شفتي البيت لحالك؟ ايه ها؟ هلا صارت غرفة تنسكن، وينه اخوكي؟ عند امي بالمستشفى. تركي من ايدك قصته ومشي تغدي عندي يلا. ايه ها؟ هلا صارت غرفة تنسكن. شو هالحكي هذا؟ يا انا ما صدقت امتى نطلع نحكي لنا كلمتين مع بعض ونروح على بعض. اصلا ماني مصدق امتى نصير ببيت واحد. ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، ننام ونفيق مع بعض. عفوا بالله يا اهلي لو سمحت. سعيد مساك. اخي هنا كان في شخص هون اسمه وتبين ساكن، وين راح؟ الله يتقلب. انتقل لوين؟ والله ما حدا بيعرف، علمي علمك. امي تفوتي معي تتسلي؟ لا امي الله يخليكي خليني هون. ما بدي اتحمل وبال الصراع معك. لك حاجه دج تبخش بدني لك امي. الله يهديك. لا الله يتوب علينا من هالمصلحه. السلام عليكم اخي. تكلنا على الله. تكلنا على الله اخي، بعت. يا رب. اخي شو بتنصحني اشتري جوال؟ تفضلي. والله يا اختي مثل ما بدك. في جديد وفي مستعمل. اخي انا ما بفهم بالجوالات، اعطينا شي جوال من قريبه على البيعه. الله يسامحك يا اختي ما في شي على البيعه. ولك في شي على البيعه، شو بنا؟ شو مفكرني ماني عرفانه قديش ربحت بالجوال اللي بعتك؟ يا حرق حريشك مثل المنشار طوال وقت بدك تربح. خذ اخي خذ، ها؟ هاي 500 ورقه، ما في اكثر بس منها. بس يا انسب اعطيني شي جوال بيحكي من قريبه اوا. لا حول ولا قوه الا بالله. محمد رسول الله. تفضلي. ورجيني اياه، مهبي بس ماشي حاله. وين شاحنه؟ كمان؟ هاد فالصة. شو ها؟ ما سمعتي؟ هاد مطلي ما بيجيب همه. يا الله لا يوفق. هاد لشو؟ نحلي شفتنا الجوال. فون؟ جوالي بوس ايدك دور لي عليه. هناح ما لقيته. ما في شي دوري اختي، والله ما في شي. دوري ما صبتش. الله لا يوفقهم. شي ابن حرام هفل لي اياه بالميكرو، شفت؟ عيب شلون بس. صفي عن الناس بالاخلاق يا اخي. الله وكيلك اخذته بالتقسيط. منين بدي ادفع قساطه؟ شو بدي اقول لهالمره المعتره هي المسكينه؟ هدي اختي هدي، طولي بالك. قد ايه صفي عليك من حقهم؟ 2000 ورقه اختي. هي 1000 ورقه هعتبرها زكاه عني وعن اولادي. بعتك درويشه انت وامك، الله يكون الله يعافيها. تسلموا الايدين، كتر خيرك يا اخي، ممنونه. والألف الثانيه منين بدي اجيبها؟ بدبرك الله يك اختي، كتر خيرك. مساكيني مثلك الله ما بيطعمهم. الله يرضى عنك يا اختي، كتر خيرك. شكرا. هذا التماري، هذا التماري. ياك عيل قلب اللوز. Thank you.
يا هدية. شو ساوي لي قهوة. ليك جنبك شو طاسة؟ بقيان ولا مهفي؟ يا فتاح يا عليم يا رزا يا كري. استغفر الله العظيم لك يخرب بيتك إذا ما بدك قص لسان أنت. وين كنتوا؟ كنا بالمستشفى، بعدين رحنا جبنا الدواء ورجعنا على البيت. منين جبتوا المصاري؟ يو، ليش نسيت حالك إنك مبارح ربحت بالبرتية ورجعت لي راس مالي اللي قرضته؟ ولك اخرسي بالك يخرب بيتك شو لسانك طويل، العمى بقلبك. لك أمي استهدوا بالرحمن، ما بكفي أختك تعبة بتضلها حاملة همي. قليلا تخرس ست حلقة، لسه هلا فأنا من النوم، لسه فتح يا عليم على دج 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 دج. ليش جبتوا المصاري وليش؟ لك من وين يعني من وين؟ من رصيدي بالبنوكة ولا بالكارت السحري اللي بيحملوا الأكابر؟ بالدين تقبرني كله بالدين، صرت متدينة من الصيدلي فوق 12,000، منين بدي رد له ياهم ما بعرف. يلعن أبو الفقر وساعته، أريد أطرد حياتي، ما وعيت على يوم على حالي غير يا بسجون يا بالمستشفيات يا أما بلعب القمار. خلصني خليني لحق الطبخة، وعد الست نانا بدي أعمل لها سكر، ولي على قامة السكر ما بعرف طعمته غير لحتى أغلي، قلبي مرمر أنا. استغفر الله العظيم، شو بدي رد عليها الواحد؟ قديه مرق علي وقديش مقضي لها مصدي؟ ما طلع لي معها، يخرب بيتها متى ما فتحت مثل الحنفية ما بقى تسكر. شربني قهوة. إيه؟ ما بيسوى لا. لك أختي خليها تشرب لها شفة، شو حيصير يعني بدنيا حتروح فيها؟ امسكي امي امسكي. ألو؟ أنا اللي بركض فيها مو أنت؟ هاتي اعطينا شيء نشرب فيه، فنجان كاسه شيء شغله. مضبوطي. اهلا وسهلا. اهلين فيك يعطيك العافيه. الله يعافيك. ارجيني. الله يوفقك يا دكتور، الله يحميك، الله يقويك. تعال رح تنور لنا الحاره. دكتور اياد، في مجال تمرق لي 6 شهور لقدام؟ إذا ما في 3 شهور وإذا ما في مو مشكلة، بنوب بنوب بنوب، المهم نكسبك على فنجان قهوة. بانتظارك 100 أهلين. أي ولك شبك ينعم على قلبك، وشحتيني مالك بالعادة، ليش مو على بعضك؟ إيه مو نلاقي بعضي بالأول لحتى نلم عليه. يا على عيونك ضحكتيني من صمصوم قلبي، من لما كنت صغيرة وأنتي نخشمه بإيدك. إن شاء الله دائما ضحكاني. ست نانا فيني اطلب منك طلب؟ هدية طلباتك ما عم تخلص. اي خلص لك، اذا بضايقك بخلص. لك خلص احكي احكي. لا والله بخلص. لك احكي. ست نانا اول شيء بدي اقول لك اياه انه لولا فضل الله وفضلك كنت انا واخي وامي مثل الكلاب بالشوارع. هدية لا تحكي هيك، انسيتي انه امك صاحبتي؟ صحيح ايام السجن تنذكر وما تنعاد، بس عليم الله عليم الله انك يا ام هدي من احسن الناس اللي تعرفت عليهم هوني، وانت يا هدية من لما كنتي فستوكه وانت عم تربي على ايدي. خلص احكي. عم اقول لحالي اذا بتحكي لنا مع هذا الدكتور اللي مستاجر عندك، بركدم بيحكي مع شي دكتور ادمي شرواب الخير هيك بالمستشفى العمومي، يعني في قابل هيك يستعجلوا بعملية الوالدة. حرام خليها تمشي، الله جبار الخواطر، مو أحسن من القعدة على الكرسي؟ يا محلى غسيل الكلاوي قدام الشلل. إيه بس يعني مو أنتوا قلتوا إنه الأمل ضعيف؟ بلا، بس الغريق بيتعلق بقشة. آخ إيه والله الغريق بيتعلق بقشة. خلاص اليوم بحكي مع الدكتور إياد وبشوف شو بيطلع بإيده. كتر خيري كتر خيري. وجعتيني. لك العمى العمى بقلبك ما عم بتشوفي لسه في هون؟ لكن بلا بلا شايفه ولو، بس هي ساخت رح اقوم مسخن لك وحده غيرها. ساخت؟ اي والله قلبي انا اللي سايخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اجى المعلم لما قلنا له لحالي؟ كيف ضاعينك شو محظوظ؟ لا لسه ما اجى. الحمد لله. كل مره بيجي بدي اسالك مو بنسى. دخلك مرته للمعلم معتز، كيف بتحملته؟ قصدك نورا؟ قلنا لك مرته. اخي المستوره كيف ما كان بترضى. بس هو العينتين حظه. هلا لحتى راح. يضرب حظي على هالشغل.
جوازي لك ما عم شوف فيا ولا يوم منيح. الله يسامحك يا معتز. ليش مين فينا عنده حظ دخلك؟ حبيبتي صحيح جوزك توبه ومدبر اموره، بس هالقليله ما عنده سوسه قلقان فيها. يا طولي بالك وصلي على النبي، بكفي تطلعي بهالصغار لحتى تنسوكي همي. اخ يا منال اخ، ولك همي كبير، انا همي ما بينتسى. ولك غير روحاته وشغله اللي ما عدت عرفت شو هو، راكبته سوسه القمار. لك اول شيء كان يلعب برا البيت، هلا بكل جقارة عم يجيب لي هالزعران وعلى سكر كل الليل. عم يسكر؟ يا على كسرتك على الحظ المسخم يا نورة. وخبرتي اهلك؟ شو اهلي؟ نسيتي اني مقطوعة من شجرة. طيب واهله؟ اهله حبيبتي، خصوصي امه، ما بترضى تسمع عنه كلمة مو منيحة، بدها تقلي انه انا السبب. اهلك والجيران حسوا بشي؟ شلون يعني؟ يعني اذا حسوا بجوزي خبروا الشرطة. اي شو بده يصير يعني اذا خبروا الشرطة؟ هو ما بيصير شي، بيتربى وما بيعود بعيدة. اكيد اكيد ما فيها حبس. اكيد اكيد. اذا هيك ايدي بزنارك يا منال، ساعديني. لا تخافي، حلك عندي. ما لحق ادق الباب لحتى فتحتي حضرتك. حضرتي يا كلامكم انتوا المثقفين شو حلو. طيب مدام انا ما راح اخذ من وقتك كثير، بس جايب لك اجار 3 شهور وان شاء الله باخر الشهر الجاي بكمل لك اياهم على الستة. ايه مو فارقة، هلا بتفوت بتاكل لك لقمة وبنبقى بنحكي على رواق. لا يسلم ضياتك، شو اكل؟ انا عندي موعد كثير ضروري. ايه لا، راح تاكل بالاول بعدين بتلحق موعدك. فوت فوت لك فوت. اهلا وسهلا، من على اليمين، من هون. تفضل على الصدر، على الصدر دكتور. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين يا مدام. كيفك دكتور؟ منيح الحمد لله ماشي الحال. سونا يا سون سون، قلت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا هو. سونا يا سون سون، قلت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا هو. جيت ومنايا لا تفتحيك اشوفك جيت، جيت يا هنايا واستنيك، جيت يا هنايا وجيت ويايا طيفك من المدرسه للبيت. سونا يا سون سون، قلت لك اهو عليك يا هديه ووفقك وينور طريقك مخصوص بالكعب العالي. تك 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 لجلي تقول صباحك ليقة. لا تعرك عيونك بالحمام، جيت ومنايا اشوفك جيت. حرام عليكم، صار عشرة مسايات والله رح موت. ليش مو طيبة المحاشي؟ بس هي آخر وحدة، كرمالي كرمالي. لك يا مدام والله أنا معزوم على غدا، ما بعرف شو بدي أقول لهم للجماعة. قل لهم آكل محاشي ومفلة. مفلة؟ شو هو دب سيارة؟ لا دب بنزين. ما قلت لي دكتور، طمني شلون العيادة؟ إن شاء الله شغالة. هي ماشي الحال الحمد لله. بتعرفي أنت عيادة جديدة ودكتور جديد، بس بدها وقت المرضى للتعود. مرضى؟ قصدك زباين؟ لا نحن بنقول لهم مرضى. ونحن بنقول لهم زباين. على فكرة، أنت من أينتا مو رايحة على دكتور أسنان صلحي أسنانك؟ لك على قليلة القدمانيات. والله معك حق يا دكتور، بس أنا بكره الوجع وبكره دكتور الأسنان. يعني آخر مرة فتحت فيها تمي لدكتور أسنان كانت من 10-12 سنة، وقتها خلعت الجوانيات. بيني وبينك أنا بكره الوجع، وبقول وجع ساعة ولا كل ساعة، فما بصلح، بقلع دغري.
طيب يا ستي، مرقي لعندي على العياده، خلينا هيك نعمل لك تشيك اب على اسنانك كلياتهم وبعدين بنحكي، ولا بتخافي مني؟ خاف؟ انا خاف منك؟ انا برجف رجف. ايوه الله وكيلك رجعت على البوس. كيف رجلك عرفان؟ صرنا مغيرين كليات 6 مرات بسنه. دير بالك وفى. يا مين مهدي تعال انت وياه. مسيح الله يسلم ايديك يا معلم. مسيح اسمع انت وياه، اليوم تمروا لعندي على 9:30 بناكلنا لقمه وبعدين بنطلع على العمليه. عندنا تهريبات؟ بتوطي صوتك اللي عم شو انت بتقعد تعلم فيك؟ يعني بقصد عمليه. عمليه عندنا عمليه واكثر من هيك ما فيني احكي. يلا عليم عليم روح عم مري ارجيله والحقني لبرا. على راسي معلم. سيك سيك يا ان شاء الله دايما يا ست نانا بيت عامر. لك ان شاء الله صحه وهنا محل ما يسري يمري يا رب. دكتور شو من شان البنت اللي حكيت لك عنها؟ انا بنت. لك شو انا بنت؟ هي اللي امها بدها عمليه ببلاش، قصدي بمشفى عمومي. عمومي حكومي اسمه حكومي. جارتنا ما غيرها؟ ايه هي ما غيرها. دخيل عينك دكتور توصف فيها، هي البنت بتعز علي كثير، يعني كانها بنتي. شو بنتي؟ كانها اختي الصغيره. ان شاء الله راح بقدم لك دور. وانت ابي مري لعندي. ها لوين؟ شو لوين؟ لعندي من شان. شو من شان؟ مشان اصلح لك اسناني. ايه اكيد اكيد. ايه انا بهديك الساعه اللي بتصلح لي فيها اسناني، بس انت ابقى عيدها. ايه لا تطول الغيبه. ان شاء الله خير. يلا خاطري. مع السلامه. مع السلامه دكتور مهونه. مع السلامه. هلا وصلنا. شكرا شكرا شكرا. فوتية معك الشنطة. منال بشرفك بضميرك بوجدانك بولادك اكيد ما فيها سجن ولا محكومية. لا 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 خلاص اذا حلفتي مصدقتك. ماشي بركضا بتكون توبتوا على يد هالكبسة. يلا روحي روحي روحي. الله معك. سامحني يا رب. ان شاء الله دايما. شو معلم؟ حتصير الساعة 10:30 ولسه ما اجاك تليفون. استنى استنى كمان شوي. شو ورانا؟ ما ورانا شيء. ان شاء الله دايما. صارت الساعة 10:30. الله يرضى عليك ويوفقك وينور طريقك يا هدية يا بنت بطني. الله يسلمك يا أمي. لك والله والله لو فيني حيل وصحة ما بخليكي تشتغلي. لك أنت لأيها تشتغلي شغلي وتشمي هالروايح المعطلة إن شاء الله أمي. لك والله مو هاين علي صباكي. صباي هاتي إيدك الثانية. لا تخافي على صبايا امي، بكره بنقي لي شي واحد من اللي قاتلين حالهم علي بوقت النوم هي وبتجوزوا. امي ان شاء الله شلفت الكنزه، واذا كان على راحتي اليوم عطله بالكبره ناويه اسلخها نومي، بركضن برتاح من قتلاته لابنك المصون. ان شاء الله بينكسروا ايدي التنتين على قد ما بعيط عليك وبضربك. امي ان شاء الله لا تدعي على ايديكي، بركضن الله استجاب وكانت ابواب السما مفتحه، خلينا بكلويكي واجريكي وظهرك. شو كمان؟ حاجتي. توبريني. اشفي. لك مو حرام هالايدين ما يتلمسوا؟ شوفي لي شوفي لي. اكيد اخيلو انا امي خدعتيني. مين؟
مين؟ أنا أبو وائل. أهلين أبو وائل، خير؟ مفاجأة مو هيك؟ إيه بس مو هي هي المفاجأة، المفاجأة جايب لك معي نانسي قنبلة المسارح، بدي إياكي تشوفي لي إياها بالرقص، بترقص كتير منيح. تفضلي. قدمني يا حمار. حمير مفتاح. شوفي ماما نانا عنده ضيوف وبدو ياكي بسرعة. خطرة وابقى عود من عنده فاس معلم. طيب ليه ما اتصل؟ معلم هو مو قايل لك اذا قطعت الساعة 12 بكون فاسه. طيب طيب مزبوط مزبوط. ايه يا مرا حضر الكاسات والدلاج. حضر ابن عمي. معناتها بلشنا. يلا يا شباب يلا طلعوا لي بحبكم. خلي الله يحبكم. خلينا نحب النبرتية. يلا لك من وين جبتي مقدونس؟ لا يا معلمتي انا بعجبك هدية على سمو رمح. بعرف جوك وترتيبك جديد على العيد. ها ولك يقرشني النبيه. انا مش عن هيك بعتت وراكي لانك شاطره ولهلوبه مو مثل الحوبه اللي عندي ما بتفهم الخمسه من الطمسه. حبيبتي انا راح اقعد معهم. لا تنسي التلج. على عيني وراسي معلمتي. مين هيدي معلم علي؟ هي وحده من اكتشافه. ناس عرفوا عليا بدها تصير رقاصه. ما تواخذنا رقاصه بدي اسحب بسرعه. هات انت وياه. هات الأغا. هو بيعينه سيدنا. We love.
بسيطة، أكيد هذا أبو قاعود اللي عملها فينا. ولي شو بدنا نساوي هلا معلم؟ شلون تركنا هذا؟ شلون أمننا فيه؟ شلون تركناه يغدر فينا؟ طيب قصيلي، إذا مو هي العملية كلياتها تفنجة بتفنجة. أبو قاعود ولا أبو بطيخ؟ هلا شو بدنا نقول بالتحقيق؟ كمان في تحقيق يا حبيبي، هذيك المرة رحنا على التحقيق. لا خلاص مهدي، بلا بلا. الكهف هلا ما عدت تفيقي. الله يجيب العواقب سليمه ويحميك ربي يا معتز وترجع سالم. تجي يعني فوق الخمسة الصبح. سما اجى اخوكي؟ يو، ليش امتى كان له بالعاده يجي بهالوقت؟ يا لابتي قلبي عم يغلي مثل النار. طولي بالك امي، طولي بالك. استهدي بالرحمن ونامي، ما بتلاقي غير مثل السعدان اجى بعد شوي، بعد ساعتين ثلاثه يعني. بسم الله انا بنيمك امي. ما فيكي تاخذي عليكي. يلا يلا. الله يرضى عليكي. يحميكي انت واخوكي. تعي امي، تعي مسكيني. كأمي بس هي مو الكم. امي بتحبي صوت الدربكة؟ صوت البزر. طعميني. قدمني اياك بهالعاده، حمال المفتاح يخرب بيتك. امك ايه امي؟ شرف. مرحبا، ما حدا بده يحكي معي. ما حدا؟ خير. ايه مهدي؟ شو ها؟ تهمة شو؟ محامي شو؟ شو بالسجن لك اخي؟ مهدي مهدي لك شو باخوكي؟ لقطينه عم يلعب قمار. اهدى من عيوني ريتني. لك امي لا تحلفي بعيونك، ما صفي عنك غير مصاخ. قصتنا انا دريت. لا قالت لي نزم وبعلى هديه. لا ماشي خدي روح. كم تلعب قمار؟ ان شاء الله بتلعب بالاربعه وراسك الخامس. لا لقطوني اختي. السلام عليكم عم يبدو. الله لا يوفقك يا منى. فوتي ولي بده يسمع منك. لك مو الحق عليك، الحق علي انا. لك انا شلون بسمع منك؟ حق علي كل مره بدور لك يدني وتطلعي بالتيني بلوه هالقد على اساس عم تنصحيني. ايش شو صار؟ طولي بالك يعني، قلنا لك الشغله لا فيها محاكم ولا هم يحزنون، كلها على بعضها شدت ادان. شدت ادان؟ ولي على عيونك يا منال، لو تشوفي كيف شحطوا امبارح للزلمه مثل الكلب. شحطوه لحاله؟ شحطوهم كلهم، شرشحونا. ايه معناتها الحمد لله خلصتي من اولاد ادو. مزبوط، بس انا مو فكري كل هالقد. قلت لحالي شدت اذن مشان يتربى، مو يروح الزلمه بشربه مي. قال القمار حكمه كثير صعب يا منال. يا عليكي طلعتي بتحبي، مو على اساس المرحوم ابوك جبرك عليه. على كل انا قايمه اعمل لك فنجان قهوه تروقي دماتك فيه. مذكره ازعاج هلا تقدم للجيران وشكوى ادراسك وراسه وراسه، ولسه بتقولوا لي اول مره؟ سيدي لك يا عم احكوا حكيكم قدام القاضي، وإذا في محامي شاطر بيثبت هذا الكلام بيخفف عنكم الحكم. أقفل المحضر بتاريخي. طيب بسيدي يعني قد ايه رسمها؟ يعني قد ايه ممكن تكون مدة الأيام المحكومية؟
والله لو كان على كيفي انت وامثالك ما بتطلعوا من السجن ابدا. بس شو بدنا نسوي؟ بالكثير 3 شهور. ولي 3 شهور بسجن عدرا؟ سيدي الله يوفقك. اذا الله راضيان عليك. والله يا سيدي نحن لك خلص يا عمي خلص طوشتوني. يلا اطلع برا اطلع برا. لك يلا لك. مرحبا حبيبتي. أهلين أبو جورج. جايب لك خبرية رح تفرحك كثير. صاحب المكتب العقاري لأن مستأجرة الغرفة. ومنو هي؟ وإيش اسمها؟ طالبة ولا بتشتغل؟ وأنا شو يعرفني؟ خلص بكرة بنعرف. إمتى بدها تجي؟ يعني يا اليوم يا بكرة. إن شاء الله خير. هدي 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 حبيبتي هدي. الله يرحمها لأمك. هدي طولي بالك. رقاصة؟ بدك تشتغلي رقاصة يا هدية؟ هي آخرتها معك؟ تشتغلي رقاصة وتسودي وشنا قدام العالم؟ ايه رقاصة؟ ليش شو المشكلة يعني؟ ست نانا عجبها رقصي كتير، قالت لي بدك شوية تدريب بتصيري محرفة، بتصيري بترقصي منيح يعني. ايوه؟ أنا هذا اللي خايفة منه، لك أمي شو ناقصنا؟ لهيكنا عايشين والحمد لله، ليش بدك تشتغلي رقاصة وتسودي وشنا وتحطي راسنا بالأرض؟ اي والله، بهي صدقتي يا أمي. حط سمعتكم بالأرض لأنه نحن سمعتنا ما شاء الله بالعلالي من يوم يوما. أنا مسقط راسي السجن، أمي قتلت قتلها، قتلت أبي ما حدا غيري، وأخي عطال بطال ولعيب قمار، وأنا بأحسن حالاتي شقفت ناطورة على باب التواليتات بالكبري أو شحادة على إشارات المرور أو حرامية. إيه بس مو رقاصة. ليش شبه الرقاصة أمي؟ مين اللي لمنا وحوانا أنا وياكي وقت طلعنا من الحبس وأخي؟ مو رقاصة؟ مين اللي ستر علينا بهي الدرخوشة؟ مو رقاصة؟ مين اللي قالوا شغل لابنك الحمار؟ مو رقاصة؟ لما بنزل وما بلاقي شغلة هفة وبيعة وجيب لك دواكي من مين باخد مصاري اه؟ مو من الرقاصة؟ كل هاد مستكتر عليه يصير رقاصة؟ ليش؟ شفتي؟ شفتي لما بقلك يا ريتني موت ورايحك مني شو بكون قصدي؟ شفتي؟ بتبكي بتبكي انت بتبكي يا امي بتبكي كثير، الواحد بيجيب لك دواء بتبكي بتبكي بيشد عليكي بتبكي بيعصب بتبكي. خلصنا امي خلصنا ان شاء الله. لك انا لو طالع بايدي اسرق الكحلة من العين واقدم لك اياها ما بقصر، لو طالع بايدي اقطع لي زي التنتين واعطيك اياها وتمشي فيهم ما بقصر ان شاء الله. سامحيني. واخوكي شو شو بدك تقولي له؟ ان شاء الله تنقالي قواله. شو بدي اقول له؟ شغلي بالكباريه ما رح يتغير، بس رح نط من التواليتات على البيست. من تحت لفوق احساس، تسمعي باذنك وبتهزي بخصرك. ايوه ايوه. الراس الراس بده يضل مرفوع. اصحك توطي راسك، اصحك. اذا وطي الراس راحت الكرامه وراح الشموخ.